بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وهنا أيها الإخوة والأخوات لنا وقفات. الأولى، إلى كل مسلمة وإلى كل امرأة قدر الله عز وجل عليها أن يتأخر زواجها، أو قدر الله جل وعلا عليها ألا تبقى مع زوج أو زوجين وأن تطلق أو يموت زوجها، وإلى كل من ابتليت من المسلمات فأحبت أن يكون لها زوج كما تشتهيه كل مسلم في دينه وأخلاقه وأدبه. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت قد طلقت مرتين، فإن أول رجل تزوجت به هو أبو هالة ابن زرارة التميمي، وهالة هي بنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ثم طلقها، ثم بعد ذلك تزوجها رجل اسمه عتيق ابن عابد بن عبد الله من بني مخزوم، ثم طلقها، ثم جاءها خاطبا أكمل الخلق وأشرفهم وأحبهم إلى الله وإلى خديجة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يدري أو لا تدري المسلمة أن الله عز وجل حين يبتليها فإنما يسوقها إلى الخير العظيم، فيكتب لها أجر صبرها ثم يؤتيها الله عز وجل الخير. ولا يخفاكم أن أم سلمة رضي الله عنها كانت زوجا أو زوجة، ويصح أن نقول زوجا، لأبي سلمة. فمات أبو سلمة رضي الله عنه، فحزنت أم سلمة، قالت: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سلمة قولي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلتها وأنا أقول في نفسي: وأي رجل يكون مثل أبي سلمة، من حبها له ومن أخلاقه وحسن معشره لها. قالت: فلم ألبث أن جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا، فوالله لرسول الله خير من ملء الأرض من مثل أبي سلمة. المهم أيها الإخوة والأخوات أن نثق بالله، وأن نعلم أن الله لا يختار لنا إلا الخير، وإن عظمت الخطوب، وإن ازدادت الكروب، وإن ضاق الصدر، وإن اشتدت الأحداث، أن نعلم أن الله عز وجل إنما يريد بنا الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خيرة الله لنا أعظم من اختيارنا لأنفسنا. أيضا من الفوائد العظيمة في هذه القصة أن أم المؤمنين خديجة طلبت في النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وأدبه وأمانته، ولذلك لما أخبرها ميسرة بما كان من حاله رغبت فيه. وأنتم تعلمون جميعا أنه في ذلك الزمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى رجل في قريش ممن يملكون الأموال الطائلة، ولا كان أكثرهم ناديا أو جماعة أو مقاما أو قدرا عند قريش، بل كان فيها سادات قريش، وكان صلى الله عليه وسلم شابا ويتيم الأب، ومع ذلك فقد رغبت خديجة فيه لأخلاقه. فجاء الإسلام وأكد ذلك، أن يطلب في المرء دينه وأخلاقه، فإن هذا هو الذي يبقى. وأيضا من الأمور التي يجب أن يلتفت لها المسلم وأن يكون فطنا في هذا، أنها اكتشفت أخلاقه وأمانته لما أرسلته بمال لها إلى الشام ليتاجر لها به، فكان أمينا صادقا. وكثيرون أيها الإخوة تغرهم المظاهر، فيحكمون على الناس من هيئاتهم أو من حديثهم، ومثل هذه لا يمكن أن يحكم على المرء بها، بل يجب أن يعاشر معاشرة حقيقية ليعلم دينه وأخلاقه وأمانته وحلمه وصبره وصدقه. هذه كلها لا تكون إلا بالتجارب وبالعشرة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.